من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. وكالة إيطالية: القاهرة عادت لممارسة دورها الكبير. صندوق تحيا مصر يبحث عن مشروعات لتمويلها. قوى البرلمان تحسم أجازة المرأة بالقطاع الخاص. لومارشي المعرض الأكبر الخميس المقبل. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر عادت، فقد اهتمت الصحافة العربية والعالمية بجولة رئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية، وأكدت العديد من التقارير الإخبارية إن الزيارة جاءت في إطار عودة القاهرة لممارسة دورها الإقليمي الكبير والبارز. ونقلت وكالة برينسا لاتينا الإيطالية عن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قوله إن مصر عادت إلى موقعها الطبيعي بعد الأحداث التي شهدتها السنوات الماضية، فيما قالت صحيفة الخليج الكويتية إن دول مجلس التعاون تنظر لمصر باعتبارها ركيزة الأمن بالمنطقة، ويسعدهم أن يروا هذا القدر الكبير من الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي الذي تحقق من خلال رؤية استراتيجية شاملة للقيادة المصرية، حيث استطاعت أن تطلق مسارات التنمية الاقتصادية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب. المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، هذا ما أكده الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية تعليقا على عمل بعثة الصندوق في مصر حاليا، مشيرا إلى إشادة الخبراء بجهود الحكومة في إجراء إصلاحات جوهرية تحفز الاقتصاد المصري عبر آليات مختلفة، قائلا إن الحكومة أنهت بنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الشامل وبدأت في تحقيق أهدافها المرجوة، ومن بينها ارتفاع معدلات النمو. صندوق تحيا مصر يبحث عن مشروعات لتمويلها. فقد قالت منال شاهين رئيس قطاع البرامج بالصندوق خلال مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص أن هناك أموال تكفي لتمويل الصناعات والمشروعات الصغيرة، مطالبة كل من لديه مشروع بتقديم دراسة جدوى له وسيجد الصندوق جاهزا لتمويله، فيما طالبت النائبة منال جميل عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم خريطة استثمارية توفر المعلومات اللازمة حول طبيعة كل محافظة وفرص الاستثمار داخلها وتقديم الخدمات وتكلفتها على المستثمر. قوى البرلمان تحسم أجازة المرأة بالقطاع الخاص. فقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن تكون مدة أجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص 4 أشهر بدلا من 3، لمساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية. كانت المناقشات قد شهدت جدلا واسعا حول هل تستحق المرأة الأجازة مرتين أم 3 مرات طوال مدة خدمتها، وفي النهاية أخذت اللجنة بملاحظات مجلس الدولة وقررت أن تكون الأجازة مرتين فقط. على جانب آخر، طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بنقل حملة ألتاء المربوطة من مصر إلى جميع الدول العربية والإفريقية، موضحة أن الهدف من برنامج التعاون الإعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات هو الخروج برؤية ورسائل موحدة خاصة بالمرأة تعمل على تبادل الثقافات، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تناول قضايا المرأة في الإعلام والعادات والتقاليد المختلفة والقضايا الإفريقية الأخرى وليس المرأة فقط، والتأكيد على ضرورة زيادة وعي المرأة تجاه قضاياها والعمل على طرحها بما يهم المجتمع الإفريقي كله. الخميس موعدنا، حيث اكتملت الاستعدادات لافتتاح معرض لو مارشي للأثاث والديكور في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر من الخميس وحتى الأحد المقبل. لو مارشي المعرض الأقدم والأكبر للأثاث والديكور في مصر والشرق الأوسط سيشهد كعادته إقبالا كبيرا من الزوار، وسط تقديرات بأن يستقبل المعرض نحو 500,000 زائر في ظل العروض المميزة والخصومات التي تصل إلى 50%. وتقام فعاليات المعرض داخل قاعات مجهزة على مساحة تتجاوز ضعف مساحة أي معرض آخر للآثاث والديكور، ويضم مجموعة منتجات متنوعة تبدأ من الآثاث المنزلي والمكتبي والأدوات الصحية والمطابخ. ويعد المعرض أحد أهم منافذ التصدير للخارج، كما أنه نافذة تسويقية مهمة تعطي دفعة قوية للصناعات المحلية في مجال الآثاث والديكور والإكسسوار. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.